استاذ محمد يتفضل. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا استاذنا الدكتور، لو سمحت والله. اتفضل يا فندم. بس خارج الموضوع يعني. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. دلوقتي العلاج بالقران. ما اعرفش انا يعني ايه العلاج بالقران؟ السحر طبعا موجود ومعروف. في سحر موجود فين يعني؟ موجود في القاعه اللي انا فيها دي؟ لا موجود في الحياه. مش عارف يعني موجود في الحياه. حضرتك شفت سحر قبل كده؟ لا ما شفتش، بس يعني اتقال ان في سحر معمول مثلا بالمرض باي حاجه. اسالك سؤال. اتقال انا دايما بسمع كلمه اتقال، وهم قالوا وقالوا لي مين اللي قال؟ وانا نفسي امسك مين اللي قال. هل ربنا اللي قال كده ان انت فلان ده معمول له سحر؟ لا مش ربنا، هو واحد برضه ذو علم بس مش دجال، وما بياكلش عيش من الدجل والكلام ده. انا معلش يعني، انا اسف يعني، انا هو بس الراجل الغلطان هو الدجال؟ ما في راجل غلطان اسمه جاهل. مش كده برضو؟ هو كل يعني هم كل اللي بيعملوا مصايب في حياتنا هم الدجالين. ما في ناس جهله يعني. مثلا انا بقول لحضرتك، مش في واحد معلش يعني المصران هينفجر في بطنه فبيقول له ايه؟ خد له شويه كراويه هيبقى زي الفل. انت خد له شويه اي حاجات في اي حاجات كده وحياتك هتبقى فل. فياخد الكراويه بتاعته دي. الكراويه حاجه حرام؟ ما الكراويه حلوه. او يقول له ينسون، او يقول له اشرب حبه البركه وما يروحش للدكتور. تمام. وما اخذ بالاسباب. بس تمام. هو عمل ايه؟ قال له خد حبه البركه. حبه البركه ها؟ حبه البركه الحبه السوداء شفاء من كل ده. ده للناس، ده في التحصين، ده في الوقايه. لكن في المرض إن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، فلازم تفصل. يبقى الحبة السوداء دي هتتاخد في إيه؟ في الوقاية، فتنشط الإنسان وتعمل له طاقة. حلو ده، زي كل المشروبات اللي موجودة عندنا دي، مشروبات لإيه؟ للوقاية. أما المرض فله دواء وله علاج. فاللي أنت بتقوله ده فيما يتعلق بالقرآن، القرآن يا سادة شفاء ببركته، شفاء باتباعه، شفاء بالنظر في جماله وفي أنواره. لكن نخلي القرآن في مقابلة الدواء، أنا شايف أن المسألة دي خطيرة. أما مسألة السحر بقى، فأعيدوا تقييم حياتكم يا سادة. أنا ما رأيت حد في حياتي جاي بيتكلم عن السحر إلا وحياته محتاجة إعادة تقييم. قيموا حياتكم بدل ما نرمي مشكلتنا على شيء إحنا ما عندناش يقين إنه موجود ولا لأ. وحضرة النبي ما علقش حياة بني آدم على اللي حضرتكم بتقولوا عليه ده.